لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يلي في المركز الثاني. كذلك الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي الواعي يتواجد على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. والمضمر والمتابع مشاهدين العزاياتي مسري بن سالم بن عرطي الحميري. أما المركز الرابع ننتقل إلى شاهين، هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هو ذيبان وعملية تضميره لدى كابتن المضمرين خليفة بن سالم بالصقعة. بينما المركز الخامس ننتقل مباشرة إلى متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمضمر سهيل بن مبارك بن مرخان يتقدم إلى المركز الخامس. المركز السادس نقلة إلى نجد، تعود الملكية لهجن العاصفة والتضمير لدى غياث الهلالي. بينما المركز السابع هناك يتقدم مشاهدينا الاعزاء الفاتن لسمو الشيخ احمد بن سعيد النعيمي، وفي التضمير الطبيب الشعبي ياتي فايز بن غفان الجابري. المركز الثامن هناك يتقدم الان ماي هاب من هجن العاصفه المضمر غياث الهلالي. هذه النتيجه ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء في الثمانيه المراكز المتقدمه. أعود إلى البداية يا الحفل الكريم وأعود إلى منطقة التحدي الأول بين هذه الجعادين الإذاعة المهجنات الأصايل. نعود إلى الواعي، نعود إلى من صحة ووعوع في مقدمة هذا الشوط. هنا الواعي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يصحصح في هذه اللحظة، ينتقل إلى المركز الأول في تضميره وتدريبه. يأتي المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري يحتل الآن المركز الأول. بينما المركز الثاني هناك القريبين من ثاني المراكز في هذه المنافسات وهذه التحديات في منافسات قوية وجميلة. ويأتي على المركز الثاني في هذه اللحظات متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. عملية التضمير والتدريب تعود إلى المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان، حيث يقدم لنا من خلال هذه الانطلاقات الله يا متعب. لكن هجن العاصفة تتسلل وتاخذ المركز الثاني، متعودة على المراكز الأولى. بينما في التضمير يأتي غياث الهلالي من يقدم مايهاب الآن على صفحة الناموس الأولى. المركز الثاني الواعي، المركز الثالث متعب اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يأتي سهيل بن مبارك بن مرخان في تضميره. بينما المركز الرابع يا الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء يتقدم نجد لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي بانطلاقة مسائية جميلة في هذا اليوم ورابع الأشواط. ننتقل إلى المركز الخامس، الآن إرسال لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ويأتي الخطير في عملية التضمير أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز السادس هنا ذيبان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عملية التضمير والتدريب إلى خليفة بن سالم بالصقعة. المركز السابع هنا يتقدم الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ويأتي الخطير في عملية التضمير. المركز الثامن هناك يتقدم مشاهدينا الأعزاء الفاتن لسمو الشيخ أحمد بن سعيد النعيمي، وفي عملية التضمير فايز بن غفان الجابري. هو هناك من يتقدم الإعلامي ليأخذ المركز الثامن. هذه النتيجة للمراكز الثمانية الأولى في ندانا الثاني، في تبادل وتجاذب أطراف الحديث وأطراف الناموس بين الأخوة المضمرين، بين المتنافسين في نيل الفوز والانتصار. ولكن هنا البداية ماي هاب هو من يسير على المركز الأول، من يحتفظ بحظوظه بالأكبر حيث الانطلاقات وحيث المنافسات القوية في هذا اللقاء. بينما هناك المركز الثاني
المركز الثاني يتسلل متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وياتي المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان المركز الثالث. نقله الى نجد من يحتل المركز الثالث، و1200 على خط النهايه. المركز الثالث تجن العاصفه المضمر غيات الهلالي، المركز الرابع مرسال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الخطير في التضمير، والمركز الخامس هناك الواعي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر المتابع. ياتي مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقه المضمر مسري بسالب بالعرطي الحميري، هذه الخمس الاوائل المتقدمه مشاهدينا الكرام هي من تقود هذا المسار، تقود هذه الانطلاقات ما شاء الله تبارك الله. لكن نعود الى ما يهاب اللي ياخذ المركز الاول ايابا مع ذهاب. ها هو ما يهاب لهجن العاصفه وبقياده غيات الهلالي يلي في المركز الثاني نجد من يحتل المركز الثاني. تعود الملكيه لهجن العاصفه وغيات الهلالي في التضمير والتدريب، ولكن خلاص الثنائيه اصبحت الان من خلال هذه اللحظات الى المركزين الاولي والثاني بانتزاع المراكز الاولى، بانتزاع الناموس وبانتزاع تصدر هذه المجموعه. المركز الاول إذن عود الى مايهاب الى المركز الاول مسيطر لهجن العاصفه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والاداء الجميل في مساء هذا اليوم. هذه لحظات الوصول الى خط النهايه، هجن العاصفه مع المركز الاول وهجن العاصفه بنجد مع المركز الثاني، ارسال في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع ياتي متعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، الواعي في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة في انطلاقة هذا الشوط. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام من مسافة الخمسة كيلومترات نتابع في هذه اللحظات وحين الوصول لمايهاب على المركز الأول متقدما على الجميع في فرصة الفوز والناموس واقتناص التحدي. 7 دقائق 57 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وإلى غيات الهلالي. المركز الثاني 7 دقائق مشاهدينا الكرام 7 دقائق 59 ثانية جزئين من الثانية. كان نجد من هجن العاصفة. تهانينا والناموس ارسال في المركز الثالث باسم الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. 8 دقائق بلا شك توقيت الزمني في هذه الانطلاقة. ثانية واحدة وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. الكرام شوطا تلو شوط، ها هي انطلاقة الشوط الخامس، والشوط الخامس مخصص للإذاعة البكار المحليات العصايل. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط.